السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم. نصرة للرسول الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الأبيات مشاركة مني وتلبية لفرع المدارس واستجابة للطالبة خديجة تحديدا. وصلوا على خير الأنام. أجبرتكم لما علمت بنصركم لمحمد للخير إذ أهداني. أكبرتكم وفرحت أني بينكم وازددت فخرا بالذي ناداني. يا صفوة الأطياب يا نبع الهنا كيف السبيل لشكر من هناني. فبمثلكم وبوصلكم يروى الظما وبمدحكم يأتي انطلاق لساني. فإن ذكرناكم فأول من سما والمجد يأتي في المقام الثاني. يا رب يا رحمن يا من ترتجى يا خالق الأكوان والأزمان بارك لنا فيهم وأكرم جمعهم واحفظ عليهم نعمة الإيمان واكتب لهم في هذه الدنيا رضا هم ملهمون الشعر للكتان. وأقول في نفسي وقد حدثتها سبحان ربي ما الذي أشجاني. فهد المداخر والمزاهر كلها مملوءة بالطيب والريحان. وانثروا رودا واملأ الكون صدى واصدح بعند الصوت والألحان. صلوا على خير الأنام محمد فهو الحبيب المصطفى العدناني. والسلام عليكم.